العمق في حاله ابتعاد خالد بيبو ورضا شحات. وادي على طول الكره لبلال، لبلال وخالد بيبو والهدف الثالث. خالد بيبو الهدف الثالث، يا سلام الكره دي هدف ثاني. لبلال وطالع له بيبو يحطها لبيبو، واحد لواحد، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو نور يا حبيبي. تعال ايه الاخبار؟ تمام كله تمام؟ تمام وحشتني. مفيش بيبو والشطر النهارده النهارده اهو. اخبارك ايه؟ وحشتني. كله كويس؟ كله كويس. مبسوط اني شفتك. طبعا النجم الكبير كابتن خالد بيبو هيبقى معانا رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، معانا في حوار هام جدا جدا جدا. ما تنسوش طبعا في ذكريات حلوه هنتكلم عنها وكل حاجه، ولكن كلامنا الاكثر هيكون عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي وما يحدث من طفره كبيره جدا في هذا القطاع، ورؤيه الحقيقه من اداره الكره في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وتكليفه للكابتن خالد بيبو باللي حضراتكم شايفينه واللي احنا بنسمعه بقالنا يومين ثلاثة كده. ناس مبسوطة جدا من اللي بيحصل في قطاع الناشئين، هنتكلم في كل هذه الأمور.